شهدت مدينة روتردام أيام 23، 24، 25 سبتمبر 2016 حدث جد هام وفريد من نوعه، ألا وهو مهرجان جامع الفناء من تنظيم السيد يوس ماسكامب الهولندي الأصل. اسمي يوس ماسكامب وأسكن في مدينة روتردام. زرت المغرب كثيرا في الماضي، أكثر من 9 مرات، وأعجبت بهذا البلد الجميل. أسكن لمدة طويلة في مدينة روتردام وأنظم العديد من المهرجانات، لكن لاحظت أن حضور الجالية المغربية جد ضعيف في المهرجانات التي تنظم هنا في روتردام. لهذا فكرت في تنظيم مهرجان يستقطب العديد الأكبر من الجالية الأجنبية بهذه المدينة. اخترت أنا والمنظمين مدينة روتردام بالضبط لأننا نسكن فيها ونعرفها جيدا، لكن هذا لا يمنع من تنظيم جامع الفناء مستقبلا في مدينة أخرى كمدينة أنتفيرب البلجيكية. إننا في صدد التفكير في ذلك. أنا جد سعيد بنجاح هذا المهرجان. الجو جميل، أكل لذيذ، وهازيز من الفولكلور المغربي الجميل. شخصيا أتمتع بهذه الأجواء الجميلة، كما أني جد راض عن حضور زوار من مختلف الثقافات والتي تعكس بصورة صحيحة ساكنة مدينة روتردام. وككلمة أخيرة وللمشاهدين الأعزاء في بلجيكا، أقول لهم مرحبا بكم السنة المقبلة في مهرجان جامع الفناء. يوس ماسكامب جاءته الفكرة بعد زيارته لمدينة مراكش وبالأخص جامع الفناء، حيث أبهر بأجوائه والطريقة التي تقدم بها المأكولات مع أهازيج موسيقية فولكلورية، فقرر نقل الفكرة إلى مدينة روتردام الهولندية. وهي في الحقيقة جامع الفناء هي ثقافة مجموعة فيها المغرب كامله. دونك هاد المؤسسة اللي انتمتنا جامع الفناء هذه 4 سنين، قالت علاش ما نجيبوا جامع الفناء لهنا لروتردام أو أمستردام. تم الاختيار على روتردام، دونك تجمع نفس تقريبا الثقافات اللي كاينين هنا في روتردام أو في هولندا، إذا كاين واحد التناسب. السلام عليكم. عليكم السلام. بغينا نسولو واش العام الاولاني اللي كتعمل معهم جامع الفناء؟ لا، هذا العام الثالث اللي كنديروا معهم جامع الفناء هنا. يا عصفير مخيره، كندوق شويه ديال جامع الفناء. جامع الفناء ديالنا، انا من مراكش، عائله مراكش، اذا بحال كان شويه في الدار زعما شويه بالبلاد. يا عصفير يس اخت خزالخ، اكثر من كانت الشميشه كتكون يا نير. وبغينا نعرفوا علاش جامع الفناء. يا جامع الفناء كتقدم زعما بالنسبه لي هنا المغرب، دابا اكثر الناس عارفين جامع الفناء عارفوا مراكش، وظن الواحد كيدوق شويه جامع الفناء. وجامع الفناء كما قلت لك حنا مراكشيين، اذا كنقولوا بالعربيه الطروطس. ها اذا كنجمع هنا خصنا نكونوا هنا. يا ازول كيكون دومه نتيج نشاق اذا نتي النهار غادي جامع الفناء نشازي امازيغ تانس بوان كوم امام شتوره من غير نجوض سبحان الطاس داك الطاس يوران دي حضان دي روتردام حما الحضان دي جن وتسميه بو فيستيفال، ولكن دي جو نكراو تمولين داك مره رقنوس ومظل ما اشتفى ولا زي سوريا زي المغرب زي افغانستان زي تركيا ثانيتين مست كادي جو هولندي تغي راح يجو مارغا غال المغرب احضا دي جامع الفناء يعجب السفير ني يعجب ميوق عندي ني يسيد قد دي هولندا نهارا ثانيتين وستر تمارات توقي على دي روتردام حطام داكشي ودان الطاس ودان ديتاس دانيتي مار تعجب اسن حال امام شتوارام دانيتي الحوايج ديال المغرب ديال الماكله الطواجن ولا تعجب زاد الشنشواي موسيقى لا موسيقى زي تعرف تمازيغ داغي ولا يتغنس الدارجه من هي سبحان الطاس ونسيتي هذه ادي على قبل العام ديتاس ديال كواس ديتاس حما اضحضاني ودان نظن إذا دانيتي نديرو تنظم تسند زي أمستردام زي دنهاخ زي بلجيك وخا زي بلجيك تسندي وضن أو مشينا وانيتين ما يمي وانيتين ديجن فيستيفال ذن قارو قاع دي فيستيفال في توقع عندي ديرو تنظم المثال عذانا التاصم فيستيفال ديرو تنظم فيستيفال هولنديا فيستيفال وعربا فيستيفال في مزيغا ولكن وديجن فيستيفال يجمع مارة فيستيفالات ذن قارو تسمى فيستيفال وانيتين يوقع النهار هذا وديج الفيستيفال فلان قارو ودي تدوس فيستيفال نظم زي السادسة وانت يوقع فيستيفال نظم مي فيستيفال وانيتين تصبحان يجبع القنوس ومضل مرة
ولا نزي تركيا ماشي غير جيني ولا نزي امام شي زاد ثاني مشان سوريا داي مشان عراقيا داي مشان مغربيا واخا غاسي اسم ضم مغربي قاس جمع الفنا ولكن اثنين كسين دي اسمين جمع الفنا زي المغرب ولكن جمعني ونجمع يوضن ومضر تسمى مزي يتجاغ سبحان وذمنيا نتقدشكم سوات تصل. تنظيم ناجح وإقبال لا مثيل له على جمع الفناء الهولندي رغم اختلافه عن نظيره المغربي من حيث العروض التي تقام فيه من حليقات مسرحية وكوميدية وأيضا بهلوانية. الدقة المراكشية والمأكولات المغربية كانت حاضرة بقوة في النسخة الهولندية لجامع الفناء إضافة إلى سهرات فنية لنجوم مغاربة. والشيء المميز هو شرح كيفية تقديم الأطباق المغربية بالهولندية وطهيها في الهواء الطلق. الوافدين عن جامع الفناء الهولندي أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه المبادرة بالرغم من صعوبة إيجاد التذاكر للدخول. وفي هذا الإطار أكد لنا المنظمين أن التذاكر المخصصة للدخول تم بيعها من قبل وفاق العدد المرتقب. جامع الفناء الهولندي كان في دورته الثالثة وسيتم تنظيمه كل سنة في نفس الموعد.